صباعية وبنيتها بدأ بنيتها للحانوت اشترى لها السقاطة ولا دخل عند الام ديالها صافي بقى تغوت كاين الناس كانوا تما حاضرين عجارة الجارة كانت في الحانوت شافته شافو غادي يهرب غادي يهرب راه هي اللي شاهده شاهدين جوج تيتان هما بجوج شاهدين بجوج شاهدين فهمت هذه وحده ميلا وحده سعاد هما اللي شاهدين غادي يشهدوا معكم في الكوميساريه شهدوا في الكوميساريه العرايش ديال العرايش ديال طنجه باقا ما غوتولوش وكنسمع بان هي ساكنه في الدار ديال العكوزه ديالها ايوا هي العكوز تاع العكوزه ما كانش تما ما كانش هذا السيد هذا راجل خص هاد العكوزه وهي راه اللي كسبت الخبر الاب ديال البنت ضحيه ديال محاوله الاغتصاب محاوله الاغتصاب ما عرف انا ملي مشيت للدار عند بنتي لقيت انا بنتي في واحد الحاله خايبه تاغوتو لي عجيان مشيت لعند بنتي لقيتها في واحد الحاله المهم خامسي كنا مذكره على شي حوايج ولكن الحاله ديالها داير هذا المجرم هذا تكرفص لي على بنتي وخرج لي على صحتها وعلى حياتها المهم بنتي رزاها لي في صحتها وبغيت تعطيني الراي ديال الزوج ديالها يعني حتى هو مثلا كيفاش تقبل الوضعيه والزوج ديالها حتى هو المهم تو مثلا الحاله ديالو الحاله تو في الحاله ديالو خايبه الحاله خايبه مسكين تو مسكين تو في واحد الحاله المهم خصوصا من سمع بانه يعني راجل خالته انا راجل خالته المهم مشى له حتى للدار ديالو اللي عنده ولادو جلسوا الغريبه وطبط طبعا لان راجل خالته هذا المجرم هذا خرج على بنتي وخرج على المستقبل ديالها وعلى المهم بنتي عابنت من بعد من ديتوها للمستشفى كيفاش الحاله ديالها كانت في اللون؟ كانت مسكينه في واحد الحاله كانت في خاطر دابا راه في طنجه في السبيطار ديال بني مكان بعد جبتوها ياك؟ عاجبني شحال المده باش جبتوها دابا؟ شحال دوزت في السبيطار؟ شي شهرين شهرين شحال دابا المده باش جبتوها دابا؟